عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حضراتكم لسه عايشين صباحكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم فن امام ويوسف التهامي ومكملين مع حضراتكم والحد الساعة 10. وزي ما كنا قلنا لحضراتكم من امبارح ان احنا عندنا النهاردة حلقة استثنائية وضيفة، يعني انا فخور ان انا قاعد القعدة دي، لان عمري ما في حياتي ما قابلت حد بيمتهن المهنة دي، وهنعرف عنها اكتر بكتير لان احنا مش معانا اي امرأة نقدر ان احنا نستضيفها زي الضيوف اللي بيقولنا. احنا معانا بقى حفيدة المرأة الحديدية الاستاذة محاسن الحلوة، الكابتن محاسن حلوة، حفيدة طبعا الشهيد البطل محمد الحلو. معانا دلوقتي أوسة الحلو. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الخير، ازيك يا أوسة؟ الحمد لله. احنا اتفقنا كابتن أوسة صح؟ الكابتن أوسة. صباح الفل، منورانا بجد، مبسوطين جدا بجد. انا مبسوطة والله، يعني اسفين ان احنا مصحيينك بدري بس معانا. لا انا ما يمشي اصلا بقى. طيب حابب اقول لك ان احنا مبسوطين جدا ومتحمسين، وفي ناس دخلت شافت على السوشيال ميديا بتاعتنا على الانستجرام وفيسبوك ان انت جايه، فاسئله بقى بتنهال علينا من امبارح، عشان مش كل يوم انت عندك الفرصه ان انت تقعدي مع حد مروض اسود. الموضوع ده غريب جدا، عايزينك تحكي كده في الاول خالص عن البدايات بتاعتك. هي البدايات طبعا انا بنت محمد الحلو طبعا، اسطوره، ومامتي يعني جدتي مامتي محاسن الحلو طبعا الله يرحمها. فالحيوانات كانت بتبقى عندنا في البيت، اوكي. فطبعا انا هقدر اقول لك ان هي 100% جينات 100% الحلو، ف 100% تدريب الاسود والنمور. طبعا انتوا عارفين التاريخ، ان احنا الحمد لله يعني العيله هي مؤسسه تدريب الاسود والنمور والحيوانات المفترسه في مصر. فشيء طبيعي ان انا اطلع مدربة اسود. انت كبرتي وسط الحاجات دي، عادي كان بالنسبه لك الموضوع طبيعي؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، انا صغيره طبعا انا مش مدركه ده ايه. فطبعا لما كبرت شويه، احنا 7 بنات طبعا، انا ولوبه بس اللي احترفنا المهنه، والباقي طبعا متعلمين بس برضو ما بيخافوش من الحيوانات يعني. بص انا بحس ان هم ولادي، مش بحس ان ده كائن مفترس، بتعاملين ان هو ابني بيبي. لا ابني لحد دلوقتي، لحد ما يكبر ابني، ولما بيغلط بزعل بجد ما بهزرش. فانا عايشه حياتي معاهم، انا مكرسه حياتي ليهم. طب احنا عايزين نعرف الفرق ما بين التدريب والترويض، يعني هل في فرق ولا، يعني عايزين نعرف عن الموضوع ده، احنا مش فاهمين اي حاجه. المدرب هو اللي بيعلم الحيوان، المروض هو المؤدي. لا تاني معلش، يعني هو بيعلمه حاجات زي ايه؟ هقول لحضرتك. مدرب، انت يعني المدرب انت بتدربه، اوكي. المروض انت بتخش تتعامل معاه، يعني ان انت هو خلاص اتعلم الحركه دي، فانت يعني انا هدربك انت تعمل ده تعمل ده خلاص. يعني في العروض بيبقى المروض هو المسؤول في التدريب، زي بابا بالظبط كده. يعني التيم بتاعي بابا اللي مدربه، بس في 4 من التيم انا دربته من الاسود اللي معاك. اسود النمور بس لازم عندك. اكون مع بابا ليه بقى؟ لان يعني كل اسد وكل نمر بشخصيته، بطريقه اكله، تمام، بطريقه استيعابه، كل واحد مش نفس الاستيعاب التاني. كل يعني بيبقى في اسود عندنا بيبقوا ارتست زي ما بتقولي، ده طفره. فممكن يديني كمان يعني حركات انا يعني تطلع منه كده بايلك. فانا الحمد لله انا واخده دي من بابا، انا ولوبة. يعني بابا كان الله يرحمه بيخلي النمر يغني والله، يعمل الصوت والله ما بهزر. في نمور يعني عندها الموهبه، انتوا بتكتشفوا الموهبه بتاعت كل ده بقى مع الاكسبيرينس، الخبره، المعاشره. فانت لازم تعيشي معاهم طبعا، تمام. في اسد مثلا تدربيه يعني في المده المعينه ولا كانك عملت له حاجه، مفيش استجابه خلاص، ما مش جاي معانا. طب انا عايز اسالك سؤال يا أوسة، اشمعنى الاسود والنمور؟ يعني هل هم وفيين؟ هل دي حيوانات وفيه؟ لا دي من فصيله القطط، غدار والله. ما بتخافوش؟ لا الخوف ده ما ينفعش في شغلانتكم، مستحيله. مش شغلانه، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا مش واخدينها بيزنس. لا احنا بنحب الحيوانات. كبرتوا وسطهم وعايشين معاهم خلاص. احنا انا بحس ساعات ان انا عامله زي الاسد، انا يعني السايد افكت بتاعهم عليا صعب جدا. يعني خلاص انا بقيت افهم يعني
من نظرة العين أفهم البني آدم منهم، هم بيفهموني من نظرة عيني ومن صوتي ما بيتكلموش، فأنا أفهم الأسد هو داخل عليا تعبان مش تعبان، موده إيه النهاردة، أهزر ما هزرش، أبقى أجريسف معاه ولا أبقى هادية حسب موده. ممكن ترتبطي بأسد قوي يعني اللي هو أكيد في قصة أكيد كان أنا في أسد. أنا أزعل لما بعاقبه تمام وارجع البيت اقنب ضميري مع انه هو غلطان، ارجع له تاني اصالحه اقعد ابوسه مش عارف. اه والله انا اصحابي ساعات يقولوا انت مجنونه يعني وبيفهموا يعني. انا مره روحت مثلا لقيته مثلا يعني عامل تويلت مثلا فانا واقفه بزعق للمساعد بتاعي انت ازاي سايب، وهو راح باصص لي وهو المساعد بتاعي والله المشهد ده فعلا حقيقي المساعد بتاعي قال لي والله ده لسه عامل حالا ولا، ويعمل ايديه كده والاسد بسم الله ما شاء الله بصله وراح باصص على ال وراح باصص قاصد يعني ده بينتقم مثلا منك ضايقتيه في حاجه زي مش بقالها كتير هو مضايقه. ولما اسد يكره حد عندي مساعد يبقى عمل له حاجه يبص لي كده ويبص له ويعمل صوت كده اللي هو عمل حاجه تمام كده انا افهم بقى يعني. وتاخدي انت صف الاسد عشان عارفه ان هو مش هيكذب، اجيبه بقى اقول له تعالى هو ده يوم رايح جاي شخص راح جاي شخص زعلها كمان محدش يزعلها محدش. طب انت من الحاجات اللي شفناها على السوشيال ميديا والفيديوهات اللي بتنزل لك، على قد ما انت بتقولي ان الحيوانات دي مش وفيه خالص وان هي من فصيله القطط، على قد ما بنشوف فعلا ارتباط وتواصل ما بينك وما بينهم بشكل غريب جدا. يعني شفتك وانت بتاكلي الاسد في بقه فجاه بيقوم حضنك كده او زي ما يكون مريح دماغه عليكي على كتف، فبيبقى فيه تواصل. ازاي بتعرفي توصلي لقوه الارتباط ده ما بينكم؟ بص هو توفيق من ربنا الاول وبعد كده بابا اولا. ثانيا انا مش هقدر ان انا انت مش هتقدر تحكم كائن ربنا خلقه كده يا اما تقدري تتعاملي معايا يا اما بلاش. ان في ناس كتير بتشيل ضوافر بتشيل سنان حرام هو اتخلق كده، هتقدري تتعاملي معاه اوكي، مش هتقدري خلاص سيبيه. بيبقى اسهل ان انت تروضي الاسد او تدربيه من سن صغير قوي ولا عادي ممكن من اي سن تخشي؟ بس انا بحس يعني انا بحس ان هم زينا بصراحه يعني مثلا يعني الطفل استعابه زي ما تعلمي واحد كبير لا هم كده هم كده بالظبط. ايه اللي بتعلميه له يعني احكي لنا، بتعلميه مثلا ياكل نفسه وياكل ايه بقى بيعمل ايه؟ هو بيبقى عندنا في البيت الاول تمام احنا بنحب لما مثلا بيتولدوا بييجوا عندنا في البيت مش عشان احنا لا، يتعودوا على الحياه بتاعتنا يقعدوا معانا يتفرجوا على التلفزيون يقعد جنبي على الموبايل. بس هو لما بيكبر مش ان احنا خايفين ان احنا نبقى معانا في البيت، بس في ناس صوته اساسا بيبقى مشكله. احنا متخيلين يعني انت عايشين معاه في البيت لحد سن معين وبعد كده بيروح للسيرك. يا نهار ابيض يا كابتن. طبعا المساعدين احنا بنقدم له الاكل بنعلمه ما يتعاملش بايديه. ما انت دلوقتي عايزه اقول لحضرتك حاجه انت بتاكلي تمام مثلا فراخ لما تبقى مخليه هتمسكي الفراخ بقى وتعملي ولا هتاكلي بالشوكه والسكينه وتاكلي على طول؟ احنا بنعلمهم كده ما يطلعوش يعني الافتراس بتبدا منين؟ من ايديه وبقه. فلا انا مش هعلمك كده، انت هتاكل ببقك بس وشويه بشويه بالراحه لما يمد ايده او عامله له كده كده نوم بيفهم كده عيب زي الطفل بالظبط والله مش مصدقين. لا مصدقين احنا بالعكس احنا عايزين نعرف اكتر عن الموضوع ده لان في حاجات كتير جدا لا احنا الموضوع والله حلو قوي اكيد طبعا بس عايز دراسه وعايز تفرغ طبعا. وانا بتعامل معهم احسن ما بتعامل مع بني ادمين ده اكيد. كنت لسه هسالك اتعلمتي ايه من تعاملك مع الحيوانات يعني دي. انت حضرتك داخل على الحيوان عارف ان هو مفترس بيجي له لحظه الافتراس بس هو بيحبك بتبقي عارفه ان هي دي لحظه افتراس بيبقى ليها علامات وايه بقى الرد الفعل ساعتها؟ لا رد الفعل ان انا بهديه لان هي حاجه مش بارادته. ده بيقولوا ساعتها الجري مش نص الجدعانه ده الجدعانه كل ولا انتوا مفيش بقى الكلام ده خالص ما ينفعش. انا قلت لحضرتك في اول حديثنا انا بشوفه قبل ما بخش في الممر بتاعه انا بشوف كل سبعه ونمر بيعملوا بتدرسي ايه بتدرسيه كده من بعيد يعني اللي هو انت النهارده مودك ايه؟ ساعات انت بتيجي الحلقه مش قافله وشك احس ان هو قافل وشه. طب تمام انت هتشتغل خلي بالك بس هتتجنبيها واحده واحده بس بالهداوه ولازم مش اجبره. انا لو شخصيتي مش اقوى منه مش هيسمع كلامي مش بالضرب. لازم يبقى فيه هو بنبره الصوت خلي بالك هو لو حس بنبره صوتك وشم ان انت خايفه ولا هو انتصر عليكي حتى انت بتتعاملي مع ذكوره طبعا الـ البنات او الانثى بتبقى اشرس من الذكر لان ايه بتعمل ايه هي اللي بتصطاد
بس الاسد ملك الغابه يوم ما هيقلب لا اله الا الله. لسه مكمله معانا بقى الكابتن اوسا الحلو ومنورانا ومشرفانا. اللي حابب يبعت لها اي سؤال يبعت لنا على 015-5955-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، لان بقى معانا مروضه اسود الارض كلهم. هنطلع نسمع الدخلاويه ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يلا بينا. مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم في عيش صباحك يوسف التهامي وفانا امام، ولسه اوسى الحلو منورانا هنا، وكميه اسئله عماله تجيلك في المسجات. يعني ناس مبسوطه جدا بيكي، مستنياكي من امبارح، ومتضايقين ان انت مش جايبه معاكي ايه، حاجه صغنونه كده صغيره تخوفينا بيها ان احنا بنطلع عينهم كل يوم. انا قلت عشان ما تخافوش. طيب كنا عايزين نسالك اوسى، انت كنت بتقولي ان انت يعني من ضمن التدريبات ان انت لو اسد او نمر عمل حاجه غلط بتعاقبيه، نوع العقاب ده بيبقى عامل ازاي؟ العقاب ان انا ما هزرش معاه، يعني اللي هو ايه غلط، خبطه خفيفه كده، خفيفه كده، يعني بالعصايه كده، ده غلط انزل تاني، هو بيبقى فاهم. لكن انا لما ادلعه برافو بيفهم، برافو دي ان انا كده تمام، برضو تون الصوت بيبين انت زعلانه ولا متضايقه، كلمه برافو كمان تمام، انت كده عملت صح، لان هو بيميز، بس بيفهم بدرجه معينه وما بيجيش بالعنف ابدا. لا مش مساله عنف بس، هو ما انت بتدرس كل اسد ونمر بقى، ما كل واحد احنا اتفقنا بشخصيه صح، ففي واحد بيجي بالمسايسه، في واحد، بس لازم الكل يتعلم كل التركات بتاعه الشو. اشوف انا بقى مين ده اللي بيعملها حلو، مين ده لا، مين لو بعد الشر تعبان فالغيره بيبقى دوبلير لي ينزل من نفس الحركه. لا موضوع ربيع. طيب عايزين نعرف الفرق بين السيرك المصري المتعارف عليه هنا والسيرك بقى بتاع اوروبا، في منهم بيجوا هنا بنلاقي سيرك ايطالي على سيرك روسي على حاجات تانية مختلفه. هم لما بيجوا هنا بيستعينوا بينا بنمره الاسود، بس هم بيجوا بفقرات تانية. هي اختلاف ثقافات، يعني ثقافات طبعا. وغير كده وكده بابا اساسا كان من زمان على طول بيروح روسيا المانيا فرنسا، كانت بعثاته، كان هو بابا معروف في روسيا اكيد، فاهمني حضرتك، فبيبقى فيه كونكشن بينه وبين المدربين هناك، بيشوف ايه الجديد، ايه الفصائل الجديده، بيعملوا ايه، لازم يكون. لا مفيش اختلاف بيننا وبينهم الحمد لله لحد دلوقتي. في سؤال جاي بمناسبه الموضوع ده، حد بيقول ليه في السيرك الاوروبي مفيش قفص خاص بين المدرب والجمهور وفي مصر في حاجز؟ لا هو في قفص بس شبك عشان الاضاءه، انت ما تشوفوش في الفيديو، بس لو عملتي زوم هتشوف ان في شبك، في شبك مش باين خالص، مش باين. ده اساسا بيبقى بالموتور وبيبقى غالي، فانا ما اقدرش اجيبه هنا. غالي عليا، وليه يعني ليه استعدادات تانية وموتور وحاجات تانية، ولازم حاجات تتركب في السيرك عشان هو بيطلع وبينزل. مش هنقدر نجيب، ومش سيفتي، مش لا 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 مش سيفتي، لانه مش بيروح ويجي. عارفين الشبك ده؟ شبك بيروح ويجي، ودي حيوانات مفترسه طبعا. يعني دي كام كيلو وجسمه، لازم نعمل حساب ان لازم تعملي حاجه سيفتي وتبقى تقيله. ده اسد. طيب انا عايز اسالك سؤال بمناسبه كلامك عن السيفتي والامان. فكره ان انت بتبقي داخله على اسد لوحده وانتوا الاثنين في القفص، يعني هل بتستعد لها بشكل معين كل مره ولا خلاص الموضوع بقى بالنسبه لك؟ طبعا بقرا قران قبل ما اخش، طبعا بتشاهد قبل ما اخش، بتشاهد لازم والله. طبعا مهما يكون عارفك انت جوه الثانيه بمئة سنه، انا بخش ببقى لازم ابقى مركزه مع كل اسد والنمر. بس ما بتبقيش خايفه منه؟ لا ببقى واخده حذر شويه. ما انت لو انت دخلت بقلبه ومش خايف فانت مش هتعمل، مش هتبقى، مش هتعرف تسيطر عليه. لا انت خلاص انا داخل عليك عادي، انت يوم ما هتعملي لي كده فين السيفتي بتاعي؟ لازم يبقى في خوانه كده، درجه كده. لازم كل مره يا اوسى تخشي على اسد او نمر، كل مره، لان هم بيبقوا حواليا، فانا عينيا دي، انا ببص، انا قاعده اهو، انا ممكن اقول لك اللي بيحصل ورا شغلانتي. يا نهار ابيض، وما بركزش مع الجمهور. انت قلتي برضو الكلمه. لا ببركز، بتبقي قاعد عينك معاه هو في كل حاجه، مش واحد، انت بتتكلمي في الشو بيبقى 12 واحد حواليكي، وما بنربطش احنا، مش حاجه اسمها رابطه عندنا. انت هتعملي ايه؟ طب عندي سؤال كده، بتخافي من ايه؟ هيضحكوا عليا الناس، الفار.
اتفضل يعني معانا كابتن اوسه الحلوه يا جماعه بتتعامل كل يوم مع نمور واسود شكل وبتجريهم وتعذبوا مش بتعذبهم انا اسف يعني بتذنبهم وبتعاقبهم وتزعق لهم ويسمعوا كلامها وبتروضهم وبتخليهم يعملوا القرود وكل حاجه ولكن بتخاف من الفار. موضوع غريب جدا. الفار لا مفيش ما بنهزرش لا يا نهار ابيض لا ما بقدر والله. طيب عايزين نعرف اكيد اكيد حصل حوادث واكيد مش نسياها واكيد حصل حاجات يعني احكي لنا مواقف كده والحمد لله. حوادث رد فعل ما هو رد فعل مش يعني مش كل حادثه لو احنا بندور عليها بتبقى ساعات بنبقى احنا غلطانين مش هقول لك لا يعني انا اتعورت 2019 في مرسى مطروح في رقبتي من ايد النمر. النمره بتنط من فوقيه كل يوم احنا بنعمل التريك ده وعادي انا بس يعني انا خدت خطوه قدام شويه خافت راحت قاعده وضع الاستعداد بتاع القطه وراحت مدياني في رقبتي اسكت راحت ورجعت وديتها كرسيها ونزلتها تاني هي دي بقى وكملت الشو عادي قدام الناس عادي ده كان جوه العرض لازم ليه بقى انت غلطتي انا كملت وعملت التريك تاني تمام وبعد العرض يعني خدت حقنة تيتانوس وما خيطتهاش ودخلت عليها تاني انا بجرب نفسي بقى لان انا يعني ده تحدي ليكي بينك وبين نفسك انا ممكن اخاف ما خلاص بقى وبعدين ساعه ما عملتها فعلا ساعه القدر فعلا بيعمل بصر انا ما شفتهاش مع اني كل يوم بتعمل نفس الحركه بقى لها كام سنه معايا مركزه وانت حصل منك خطوه زياده ما خدتيش بالك منها انا ما خدتش بالي منها بس هي هو يعني ربنا كان عايز كده ده يخليكي يعني ده بيثبت لك ايه ان انت لازم كل يوم كانك داخله عليهم من اول وجديد كانك ما تعرفهاش صح كل ما هتعاشرهم كل ما شخصيتهم هتتغير كل ما طبعهم هتتغير كل ما الكومنتات بتاعتهم هتتغير رد الفعل هيتغير اكيد اكيد. طب تعالي نتكلم على موضوع بقى ظهور الحيوانات اللي زي النمور والاسود في الافلام وطبعا اكيد بيتم الاستعانه بعائله الحلو ان هم يعني هم اساتذه وعمد هذه وهذا المجال يعني احكي لنا بقى عن الافلام اللي انتوا شاركتوا فيها واكتر فيلم عانيتوا مثلا فيها واكتر مثلا ممثل كان خايف وبعد كده انتوا خليتوه يخش يتعامل مع الاسد بشكل طبيعي. لا بص اقول لك حاجه يا اختي لوبا طبعا يعني الافلام بتاعت الفنان محمد رمضان معاه على طول في الفيديو كليب معاه على طول وكانت لسه عامله نسل الاغراب الاسد ده طبعا هو تدريبها وبتاعها اوكي قعد في اللوكيشن 25 يوم عشان ياخد على اللوكيشن والفنان امير قراره يتعود يخش ما يبقاش فيه رهبه. بص خلينا مقتنعين لو مليون حد معايا جوه الاسد شايفنا انا مش شايفك يوم ما انا همشي خلص الكلام فمهما دخل حد معايا مش هيركز معايا هو مركز معاك انت لان هو احنا بنعودهم على كده احنا بناخدهم البيت ليه ولما بيكبروا بنركبهم العربيه ليه بنجيبهم لوكيشن ليه بنجيبهم مثلا لازم بيبقى فيه اسود معينه هي اللي بتطلع مش كل الاسود تمام يعني انتوا بتودوا الاسد قعد 25 يوم في اللوكيشن طبعا. ده من ضمن التدريب طبعا. هو لازم يقعد ياخد على اللوكيشن لازم ياخد على المكان يشمه الكلام ده يحس بالامان وكل الكلام طبعا طبعا لانه مش هيديني اللي انا عايزاه ولازم ادربه هو هيعمل ايه حتى لو انت هتخشي بس تكلميه وتمشي لازم الشوت ده يتعمل كل يوم لحد ما السبع يهدى ويبتدي ان هو يتعود على شكلك هو مش هو يعني كونكت اللي بينك وبينه ايه يتعود على الحركه اللي انت هتعمليها عشان لما تيجي تصوري ما نقدرش بقى نهيته وكده. لا وهي كمان من اصعب الحاجات اللي تسيطري عليها في الافلام عامه الاولاد الاطفال الصغيرين الرضع عشان خاطر الادوار ما بتجيش عارفه والحيوانات لان هما الاثنين محتاجين سيطره معينه فبيبقى بيصعب احيانا على الناس ان هم يسيطروا عليهم فعشان كده بيكون في ناس متخصصه بس اكيد برضو الاسود اللي انتوا بتستخدموه في الافلام بيبقى ليهم دوبلير او ليه بديل لان ممكن الاسد النهارده مش عايز يؤدي التركه اللي ما الاسود اللي احنا بنستخدمها دي ما انا قلت لك بتبقى ذكيه زياده على اللزوم بتنقهم بتنقهم بطريقه معينه هو بيديني ده هو بيديني ده امال انا باخدهم البيت الاول ليه انا براقب لحد ما يكبر ان انت ايه ميولك ايه وبيبان لكن لما شخصيته بتتغير زي ما بقول لك بقى وبيتغير مع السن لا هو شخصيته بتتغير ان هو بقى اسد خلاص انا ملك الغابه انت تيجي تحكم عليا ازاي بينسى كل اللي فات بس بيحبني بس هو عايز يفرض شخصيته بقى وريني هتعمل ايه هو لازم كده في فرق في تدريب او ترويض النمور والاسود في فرق هي النمور ذكيه بس شرسه ما لهاش راجع الاسد يفكر ألف مره قبل ما يهجم عليك النمر لا
ما فيش في اي وقت. مش فارقه النمر يغدر في اي لحظه في اي وقت، لان هو اولا خفيف، ثانيا لما بيصطاد بيعمل ايه؟ وبينط مسافات فظيعه. الاسد ريسي شويه. الاسد تقيل، ملك الغابه، هو بيخلي الانثى هي اللي تصطاد وهو ياكل الاول بعد كده تاكل. بس السيد طبعا. طبعا مفيش الكلام ده معانا احنا. لا, لا طبعا مفهوم، انتم ماشيين على العجين ما لخبطوش. طب اسالك سؤال، انتم بتقولوا ان انتم مربيه عندك في البيت ما شاء الله سود. الناس اللي بيبقى عندها كلب حراسه بيكتبوا احترس فيوجد كلب شيء، انتم بتكتبوا ايه على على باب بيتكم؟ حد بيجي لكم البيت؟ لا لا اصحابي بيقولوا لي كده، بس احنا ابتدينا بقى نبقى يعني ما نبقاش مثلا عند يعني حوالينا ناس. الكومباوند مثلا بتبقى فيلا كده. طبعا عشان الصوت طبعا بيبقى صغير. بس صوته بيبقى. واصحابك بيعملوا ايه يعني؟ هم يعني عشره وكل حاجه ومحبه، فاكيد لما تعزمهم اتعودوا. خلاص اتعودوا. في اسود وفي تعابين. انت ما بتربطيش حاجه، انت ورتينا صور ما يعني ما بتربطيش اسود. لا 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 ايه ده بيتهم، تحس ان هو ده بالعكس هو ليهم الاولويه. براحته بقى. طب الاسد بتاعك يعني الاسد الاليف بتاعك اللي انت بتحبيه اسمه ايه؟ انا بحبهم كلهم. كلهم هم كم واحد اللي عندك في البيت؟ 12. لا في السيرك. في السيرك؟ لا في البيت دلوقتي. في حد كده اللي هو دلوقتي في 2. لا لسه صغننين بقى، صغننين قوي حبايبي. لا لسه بقى صغننين قوي. طب كابتن اوسا، اكتر حاجه اتعلمتيها من تعاملك مع الاسود والنمور اتعلمتيها في حياتك العامه، بتستخدميها قاعده بسبب ان انت عاشرتي الناس دي وعشتي معاهم يعني، والحيوان ده كبير. ما تدوش الامان. ما تدوش الامان لحد مهما. انا كنت مع بابا الله يرحمه في بروفا. انا مربيه الاسد ده، فانا داخله بعمل له على بقه كده. عمل ايه؟ عليه. فتح بقه. لو انا عملت كده كانت ايدي في بقه، ايدي دخلت بقه. وانت اللي مربيه؟ راح بابا مزعلي. قلت له يا بابا ده حبيبي ومش عارف، ما فيش الكلام ده. اوعي مهما يكون حبيبك ومهما يكون، لا ما لهمش امان. سبحان الله، زي الرجاله بالظبط. يا كابتن موسى مستنيه. موسى كابتن موسى اللي هتقوليه هيمشي كده كده. العمر العمر مش بعزقه، فاكيد حضرتك هتروادي اي حاجه، واحنا لسه مكملين هتقولي اي حاجه. ولسه الكابتن موسى منورانا وشرفانا. اللي حابب يبعت لها اي سؤال يبعت لنا على 015 5952 1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. لعبت مع الاسد عمرو مصطفى، ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. يلا بينا. انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنا لسه بنجري انا وفانا من الشبل الصغير في قلب الطرقة. انا بطالب يا اوسا ان انت تطلعي معانا كل يوم. صح؟ كل يوم والله. تنورينا. يعني في مسج جاي ليوسف دلوقتي بيقول لي عشان اسمع ده. لا اجمد كده يا يوسف، مش واخدين منك على كده. لو عمل حاجه قولوا له ايه بقى، اجيب لك اوسا. لا انا نمرتك معايا خلاص لو في اي حاجه. عشان كنا بنتكلم على الحاجه اللي الكابتن اوسا اتعلمت من بعد التعامل طبعا مع الحيوانات المفترسه زي الاسود والنمور، اتعلمت ايه منهم وبتطبقه في حياتها العامه. قالت ان انا ما اديش امان لحد، وفي الاخر خالص راحت ايه مديه اشعار بسيط كده اللي هو ايه، وخصوصا الرجاله عشان ايه ما لهمش امان. كل السيدات دلوقتي. فانا طبعا بقول لكم معايا مروده اسود، فيعني العمر مش بعزاز زي ما حضراتكم عارفين، بس هي منورانا والله مشرفانا. وفي اسئله كتير جدا برده عايزين نستغل وجودك معانا عشان نعرف اكتر عن المهنه دي. يلا بينا. طيب اوسا دلوقتي يعني انت تربيتي وكبرتي على الـ 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 يعني الحاجه دي، لو انت خلاص الحيوانات كلهم موجودين عندك في البيت، اسود نمور، انت بقى من جواكي كده ما فكرتيش ان انت عايزه تعملي حاجه تانية؟ لا، وانا اشتغلت قبل كده في شركه سياحه قبل ما احترف المهنه، بس انا كنت بعمل بروفات عادي مع بابا. تمام. عشان لو في اي فيلم مثلا ممثله خايفه ابقى انا الدوبلير او لوبا الدوبلير. وعارفاهم، بس انا ما كنتش عايزه احترف المهنه، اللي هو عايزه يبقى قاعده شاذه شويه. بالظبط. فاشتغلت في شركه سياحه. انا عشان برج الاسد، ففي الطبيعي انا ما ينفعش حد يقودني. انا اللي اقود. فحصل مشاده كده، فقلت لا، اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، او معنى صح لا اللي خرج من داره. بالظبط. يعني جربتي وقلت لا مش مكانك. لا مش هعرف. لا وكده كده يا ابن الوز عوام ما شاء الله يعني، ومكسره الدنيا ودايما عروضك مسمعه في كل مكان. بس انت اكتر نوع من الاسود بتحبي تروديه او تتمرني معاه او تعملي بيه العروض بتاعتك؟ في انواع كتير جدا عارفين ان في سعيري وفي افريقي واسيوي. لا احنا عندنا نمور. لا الاسيوي. احنا عندنا الافريقي والنمور اللي هي الاسيويه. تمام.
هم دول اشرس فصيله في الاسود والنمور. لان يعني هي فصايل. انت بتلاقي النمر مثلا بيبقى تخين قوي، ايه ده، ده بياكلوه كتير. لا ده دي فصيله، هو جسمه كده، اكلته ما اكلتوش كده. لكن الاسيوي السيبيري، سوري السيبيري، هو مهما تاكله هو رفيع. طبيعه جسمه كده، هي طبيعه جسمه كده. اسد نمر بس ليهم فصايل. شايفه ان انت عايزه تطوري في المجال ده ازاي؟ عندك افكار معينه؟ في حاجه نفسك تحصل؟ انا بحاول الحمد لله، يعني بابا علمنا كتير الله يرحمه. الله يرحمه. لازم يكون في تطوير. فانا بقعد افكر مع نفسي، طب اعمل كذا، طب لما اجرب هيعمل ولا لا، طب اعمل مع دي أعمل. انا بشغل دماغي على طول معاه. عشان كده تلاقيني ان انا منعزله عن الناس شويه. انا يومي كله معاهم وخلاص. طب احكي لنا التطويرات دي بتبقى عامله ازاي؟ يعني حركات جديده مثلا؟ لا بص، الحركات انا لازم اكون انا عندي كونكت بيني وبين اللي بره. تمام. اشوف بيعملوا ايه وبكلمهم، متابعه على طول. لا لازم اتابع، لازم هم بيعملوا ايه الجديد، ايه الفيتامينات الجديده، ايه الحاجات الجديده. يعني في حاجات بتتغير طبعا، وخلي بالك بيبقى فيه فصائل بيبقى هجين. تمام. فصيله على فصيله. انا عملت كده. وبابا كان بيعمل كده وبره بيعملوا كده. لذيذ قوي الموضوع ده. تهجين بس بيبقى ليها ما في الكلاب اكتر. لا بس بيبقى ليها برنامج معين، بيبقى ليها حقن معينه، بيبقى ليها مناخ معين، معامله معينه. لحد ما عشان انت بتعملي حاجه مش طبيعيه. ايوه طبعا. يوسف مر احكي لنا على الموقف. يعني انا في مره كنت قاعد بتسحر في العجوزه جنب بيتي وكل حاجه، وسامع ان في اسد، في حد معاه اسد اخويا اصلا. والناس عماله بتتصور وبتاع. وفجاه الاسد موده قلب، ما اعرفش ليه، وانا حاطط رغيف كنت باكل بتسحر عادي جدا، وبكره هنصوم. عملت ايه؟ لا كسرت يعني كنت بقول لك بتسحر الاكل وقف زول. في الاخر خالص عرفت ان الشخص اللي موجود معاه متواجد، وطبعا بيبقى فيه سيطره عليه تامه، والموضوع بيبقى بشكل امن عشان هو مروض برضو اصول، مش واحد ماشي كده في الشارع وخلاص. وسيطر عليه في جزء من الثانيه، ولكن برضو هو عمل شويه زعر في المكان اللي كنا بنتسحر فيه، لان فجاه الاسد فك. ولما سالت يا جماعه مين صاحب الكائن ده، لا مش فك، لا هو ممكن يكون ما هو مش هو اتضايق من كميه الناس صح. اللي طب فكله بقى واحد جاي ويجي يحط ايده على دماغه طبعا، هو خلاص اتضايق يعني. فخد بعضه ايه وابتدى يعني بس قعدوا وقعدوا ومشي. اتسحر هو كمان ومشي. اتسحر هو كمان ومشي، ده حقيقي. واتحط في العربيه وروح بيه على البيت بشكل طبيعي. بتتمشى عامه بالاسود بتاعتك؟ طبعا في العربيه وبجيبهم البيت طبعا. بس انت قلت لنا من شويه ان انت ما بتمشيش بيهم في الشارع عشان ما تعمليش بيهم مشكله. برافو عليك. انت عارف طبعا الناس. لا وبرافو عليك عشان ما تسببيش زعر او حاجه في المكان اللي انت فيه. حصل ان انت في مره اضطريتي تخرجي بره القفص او في نص العرض؟ حصل اي حاجه؟ لا 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 بس ممكن تحصل. لا ولا ما ينفعش. غلط. لا يعني مثلا انت قصدك ممكن يتخانقوا مع بعض مثلا؟ بتحصل. لا لازم ان انا تسيطري. اسيطر. ولو لقيت الموضوع زاد عن حده انا بضطر ان اقول للمساعد افتح الباب عشان هم يخشوا. يعني معلش بتفضوا الحوار ده ازاي؟ بيفتح الباب اللي دخلوا منه صح؟ لا لازم يعني لا لو انا ما قدرتش، لو شافني ان انا خدت ثانيتين الموضوع ما ظبطش معايا لازم يفتح الباب. لان الناس اللي بتتفرج يقولوا ايه افتراس. مش هيفهموا ان هم بيتخانقوا مع بعض، مش هيفهموا ان هم عادي مره واحده كده مسكوا بعض. وساعات انا بفض الخناقه ويرجعوا اماكنهم ويكملوا الشو كانهم ما عملوش حاجه. عادي جدا. وهم لسه متخاصمين مع بعض عادي. طيب. ممكن واحد يعني نكشه كده ينكش التاني عادي، يديله كده حاجه زي ما اهالينا كانوا بيزعقوا لنا زمان واحنا بنتخانق مع اخواتنا، فنعمل نفسنا ان احنا مش متخانقين واحنا مش طايقين. انت كنت طبعا طبعا انت معانا كل يوم. خلاص انت معانا كل يوم. خلاص انت حبيبي. انت حبيبي قلبي والله يا كابتن اوسا. في سؤال جاي لك دلوقتي بيقول امتى الاسد بيتوحش؟ يعني في انهي حاله مثلا؟ ما يكون جعان، يكون مثلا؟ لا مفيش حاجه اسمها جعان. يعني انا بدربه على ايه؟ بيبقى في برنامج معين، الاكل امتى بميعاده، هو بيبقى عارف الاكل بميعاد امتى، التدريب امتى، العرض بالجمهور امتى، لان ده بيبقى فيه فرق. يعني انا دلوقتي انا مش شغاله فما اعمل بروفات كل يوم. وهما بيعرفوا الفرق ان دي بروفا او ده العرض دلوقتي بالجمهور. الجمهور مش بيسقف.
لكن انا لما اعمله بروفا بيبقى بنفس الـ الـ النور وبنفس الـ الـ المزيكا وبنفس اللبس. اللبس طبعا ده حوار تاني. لازم اي طقم اعمله اعمل عليه بروفا الاول. هيتقبل هو اللبس ولا لا؟ ممكن يسيره يضايقه. مش يضايقه اللي هو ايه، لو حاجه بتلمع في عينيه يبقى عايز يجي عليا يحط ايده، بس ده غلط. انت كده جرأت عليا. اللعبه حاجه والشغل حاجه، هو بيبقى مفرق. وانت بتعرفي تخليه يفرق بين ان احنا دلوقتي في عرض تدريب يا جماعه. هو التدريب ايه؟ تعلمه ياكل ازاي، يتعامل ازاي، انت بتعوده. طيب ده هايل. طيب في حد بعت لنا سؤال، يعني معرفش حابه تتكلمي في الموضوع ده ولا لا، بس هي قصه شهيره جدا طبعا بتاعت الاسطوره الله يرحمه الاستاذ يعني كابتن محمد الحلو. عايزين نتكلم على فكره بعد الحادثه الشهيره اللي حصلت في بعد العرض على طول، العيله ما فكرتش ان هي تغير النشاط عامه؟ لا انا عايز اقول حاجه. هو الاسد لما مات اليوم اللي جدي مات فيه برضه هو وفي، بس هو مخلوق مفترس، فانت عامله على اساس ده. انا ما اديلوش الامان، اوكي، ما هو مش زي الكلب، بس هو برضو وافي وبيحب وبيغير. خلي بالك بيغير عليا جدا، لو انا مثلا بصت الانثى اللي جنبه او الولد اللي جنبه يبص لي، انت بتعملي ايه؟ يغيروا من بعض. وانت بتفهمي النظرات وبتفهمي. انا ما بتكلمش. انا وصلت لمرحله الناس لما يجوا يسالوني ازيك عامله ايه اخبارك، افضل قاعده ساكته، خلاص اتعودت على كده. خلاص من كتر التعامل مع العيون لغه العيون بقى خلاص، انا دماغي اكبر من اللي قدامي. فاهماني؟ الموضوع ده عامل لك مشاكل في علاقاتك الطبيعيه مع انا بقيت عامله زي الحيوان؟ لا خالص والله. مش ما بقاش في خلق يعني خلاص، اللي مش على خلق، وكمان بقيت افهمها قوي. اللي هو انا مش يعني مش هرغي معاكي، خلاص انت كده تمام، يلا مع السلامه. خلاص انا كده فهمت انت عايز تقولي قبل ما تقولي. بقى عندك مهاره ان انت تفهمي اللي قدامك من غير ما يتكلم. انا بتعامل مع كائن بيميز، بيفهم الى حد ما وما بيتكلمش. انت بتتكلم. انا مش هفهمك اكيد، هقراكي من عينيك طبعا. ده انا بتعامل مع اسود ونمور. ولو ما فهمتنيش اقول انك فهمتيني عامه، عادي. ما اقدرش اقول ان انت مش فاهمه، عادي. ما اقدرش اقول لك انك مش فهماني، تقدر تقول اي حاجه طبعا. وعايزين برضو نتكلم على الفكره دي، ان بعد ما حصلت الحادثه الشهيره دي والدك لما دخل القفص ما عملش حاجه لل لا 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 هو الاسد خالص. لا الاسد راح حديقه الحيوان. ده كان اقصى العقاب اللي جدي قال لبابا ما حدش دي حقيقه، ما حدش يلمسه. ما هو ده يعني الفكر اللي انا عايزه اوصله للناس. انا ببعت لك مسج، ده حيوان مفترس بس في نفس الوقت بيحب وبيحس وبيغير زيك بالظبط. اوسه ممكن حد يجي يقول لك انا عايزه ابتدي اربي اسد عندي في البيت؟ لا ده مش كلب، مش هيعرف. احنا اساسا ذات نفسنا بنتعور، لان هو يعني بسيطر عليه الحمد لله بتوفيق من ربنا وكل حاجه، بس برضو انا قلت لك بمراحل عمره شخصيته بتتغير، فاحنا بنتعلم ده مع يعني مع كذا اسد، مع بالممارسه. انت ما بتعملش كده، انت عايز تحطه في البيت بس تتمنظر بيه وخلاص، هو هيكبر شويه هيزعلك انت بالظبط، انت مش هتعرف تتعامل معاه لان خلاص. هو عارف ان انت صاحبه واكلته وبيحبك وبينام في حضنك، بس هيجي في وقت وهو ما يعرفكش. طيب لو حد بقى من اللي بيسمعنا دلوقتي جه وقال لك انا عايز ابقى مدرب اسود، ايه المتطلبات اللي لازم تبقى موجوده في شخصيته؟ هيقدر ان هو كل يوم يخش يموت، وممكن يخش ما يطلعش. صعب، مخاطره صعبه، ما حدش هيعمل كده. انا بقول لك احنا جينات. ما انا كنت لسه اقول لك ازاي بتورثوا التفصيله دي. احنا بنحب الحيوانات، هي في جيناتهم خلاص. جينات. هم الحيوانات. حتى الموضوع مش زي ما الناس فاكره ان فلوس كتير وكده، لا. انت يعني لو اديتك ايه عشان تخش كل يوم، انت ممكن تخش ما تطلعش. صح، الناس تقول لك لو اديتني مليون جنيه ما اقفش قدام كلب مثلا. كلب مش مخش. مش اسد حتى ده. والموضوع ده نفسه مكلف. مكلف طبعا. مكلف، دكاتره، اكل، لازم تنوع عليهم في الاكل، حاجات كتير قوي. مكلف وبنهتم بيهم كويس جدا. احسن ما بيبقوا في الغابه، واحسن ان في ناس تقول لك حرام مكانهم الطبيعي في الغابه. طب لا، انا بقدم له كل سبل الراحه. انا بجيب لك دكتور فيتامينات، بجيب لك الاكل لحد عندك، بعلمك. لا مش على طول ان انا بقفش عليك او على طول، لان انا هقول لحضرتك حاجه، لو مش هيحبك ويخاف منك مش هيسمع كلامك بالظبط، مش هيرضيك. ده المبدا زي مثلا جوزك او ابنك بيحبك. شوف هيرضيك تمشي على العجل. لو ما بيحبكيش لا عادي، انا مش هيعمل اللي انت عايزاه. لا 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 ليه؟ عشان انت بتقدمي هو بيقدم. صح، بس
مش معقول ان انا اكون مهتميه بالاسد او اكون مهتميه بالكائن ده وبعدين انا احنا بنراعي ربنا فيهم. سيبك بقى من كل حاجه وان هم بيقولوا الكلام ده، انا هقف قدام ربنا ازاي؟ ربنا هيحاسبني على فكره. فاكيد طبعا انا مش مفهوم طبيعي. انتوا فاهمين حاجه؟ أيوة والله العظيم فاهمين ومبسوطين. صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل مستمعين. انتوا اكيد حضراتكم مستمتعين جدا بالحديث ده، لان احنا مش كل يوم بنقعد مع مروضي ومدربين للاسود، وكان معانا النهارده مش اي مدربه اسود، احنا يعني معانا الكابتن اوسا الحلو اسطوره هذا المجال طبعا، وعيله ليها باع طويل جدا بقى في المجال ده. فاحنا بنشكرك جدا على وقتك ومجهودك وعلى الكلام والمعلومات اللي انت قلتيها لنا قلتيه لنا، واحنا فعلا اتبسطنا جدا 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 والله. ميرسي، ربنا يخليك ان شاء الله في لقاءات ثانيه باذن الله. هنشوفكم احنا بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. دقيقه ونسيبكم مع ساره النجار وممنوع الجد، وصباحكم زي الفل وبسطوا بالويك اند كده لحد ما نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. قالوا الراديو ابتدي يومكم بطاقه ايجابيه. هنسيبكم دلوقتي لمحمد رمضان ثابت، ونرجع بقى نقابلكم يوم الاحد ان شاء الله من الساعه 8 للساعه 10 الصبح مع فن امام ويوسف التهامي على نجوم اف ام. نجوم اف ام الكلام مش طالع. صباحكم زي الفل، نورتينا والله يا يوسف. الله ينورك، ربنا يخليك. صباحك زي الفل. كنتم مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.